عباره عن سبرينج رولز بالكابوريا، عجينه سبرينج رولز، جبنه سلايس، شرايح كابوريا، صوابع كابوريا، جبنه تشيدر، مايونيز وكاتشب، مستردة، خيار مخلل وسويت اند شيل. اول حاجه هوريكم الاول هنعمل السبرينج رولز ازاي. في طريقتين، يا اما نحط شريحه الجبنه كده مع الكابوريا، وممكن نحط كده شويه جبن عليهم مع خيار مخلل، ونبتدي نقفلها كده. ونبتدي بقى كده ايه نقفلها خالص. كده خلاص. يا اما برضو هنجيب الجبنة كده ونحط صوابع الكابوريا مع شوية جبنة وخيار مخلل ونعملها كده اهو ونقفلها. بالطريقة دي خلاص. ولو حابين نعمل ميكس، انا عملت الطريقتين دول. تعالوا بقى نعمل. اول حاجة هنحط كده السويت اند شيلي هنا كده عشان ده بيتقدم مع السبرينج رولز، بيليق عليه جدا 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 السويت اند شيلي. خلاص. تاني حاجة بقى هنحط معلقة كاتشب، مستردة، مايونيز، خيار مخلل، هقلب كده خيار مخلل بيبقى متقطع كده صغنن، وبرده بنحطه كده وبيتقدم معاه. الاثنين دول بيليقوا عليها. تعالوا بقى، انا عامله اصلا نسخه من السبرينج رولز، تعالوا نشوف هنقدمهم ازاي، بس نطلع الحاجه من الفرن الاول.